تشالش هاد الوقت. كيديروا في السيارة ومرافق كاملين وزعما تقولوا تخبى عن صبياني إلو إنه فات عباده ويتاخذ ضيفه. إذا بتستثني موضوع الجنوب بتلاقي كأنه التاريخ عم عليك عليك لأنه بتبين بعدين لما بعض اللقاءات فينا نحكي سياسي. شجت الصوت وفيها ميكروفون. بس لازم يكونوا أمينين إخوان المصورون. يعطي شوية للمؤسسة طبعاً. خذي كاميرتها. ما رح تضبط. سوريا كانت وما تزال وستبقى إلى جانب هذه المقاومة، ونحن إذ نغادر لبنان اليوم نؤكد أننا خارج الحدود، ولكن لبنان في قلبنا والمقاومة في قلوبنا جميعا. I think the newly elected government is a government that can execute the elections on time. It has members who are capable of doing that. It has the Minister of Interior and the Minister of Justice who are both involved in the process of the elections, are both of confidence, and we are sure that they will do whatever is needed to execute the elections.